قيم أحمد الزن خلال المؤتمر الصحفي العملية الانتخابية بأنها لولا تضافر جهود الشعبية مع القضاة لما نجحت. ترجع اللجان الشعبية مرة أخرى على الأقل أثناء الانتخابات، لأن البلطجية واللصوص هيجدوا الفرصة سانحة في مثل هذا الأمر لممارسة أعمالهم الإجرامية. بعض القضاة تم احتجازهم داخل لجانهم ومنعهم من الخروج. كسروا باب المدرسة الخارجي الكبير ودخلوا بأعداد غفيرة جدا جوه المدرسة، رجال وسيدات برضو. الحمد لله قدرنا ان احنا في اللحظة دي نقفل على الصناديق في الفصول بالقفل، وطبعا تفادينا الموقف عشان ما حدش يعتدي علينا او ما يحصلش اي مشكلة. طلعنا فوق سطح المدرسة احنا الست قضاة واستنجدنا بقى، كلمنا السيد رئيس نادي القضاء المعلم الشار. انتقد الزن تجاهل اللجنة العليا للانتخابات لنادي القضاء برغم الدور الرئيسي الذي يلعبه في العملية الانتخابية، كما انتقد أيضا وجود فجوات أمنية في بعض اللجان. فجوة أمنية بسيطة أدت إلى دخول أشخاص كتير جدا إلى اللجنة العامة، أصبحت من الصعوبة بمكان استحالة ان اي حد من السادة القضاة يفتح الصناديق بتاعته او يفرز في هذا الجو. فانا حرصا طبعا مني بعد ما لقيت ان 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 في استحالة واستحالة مطلقة من ان يتم فرز الصناديق في اللجنة العامة، فحضرتك انا اوقفت عمليات الفرز لحين تأمين المكان والسيطرة عليه والفرز بطريقة آمنة. الزند ما زال متخوفا من المراحل القادمة وخاصة مرحلة الفرز التي اتسمت كما قال بالهرجلة. رجعنا تاني مرة تانية بحيي حضراتكم، وضيف الآن هو المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء، وأنا بعتقد أنه طبقا لعمل الصحفي أننا يجب أن نختار الضيف المناسب أو المصدر المناسب في الوقت المناسب. الوقت ده مناسب لسبب مباشر جدا، وهو انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. لكن أنا بس أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. ولكن هستسمح حضرتك بس في دقائق في مداخلة تليفونية مع العقيد أحمد مشالي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف ضباط الشرطة، له تعليق على حديث الكلام اللي قلناه على الوزير الداخلية. نعم تفضل يا فندم. ألو. أيوة سيادة العقيد. أستاذ عادل، مع حضرتك المقدم أحمد مشالي. المقدم أحمد مشالي، يعني بشرة خير يعني. أهلا بيك، ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك، وأهلا بالكاتب السار أحمد الزند الرجل المحترم. الله يخليك يا فندم، شكرا. كان سيادة المقدم كان ليك تعليق على الكلام حوالين ما سمعت من زميلك اللي ينتمي لإئتلاف برضو لوزارة الداخلية، إئتلاف ضباط الداخلية. تمام، أنا بس ببلغ حضرتك استياء جميع السادة ضباط الائتلاف العام ضباط الشرطة من تصرفات الرائد أحمد رجب الذي تم فصله من الائتلاف العام ضباط الشرطة، هو والمقدم ياسر أبو المجد، وما زال حتى الآن بيتحدث باسم الائتلاف العام ضباط الشرطة، وهذا على غير الحقيقة. هل كان الائتلاف عنده تحفظ على اختيار اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير للداخلية؟ والله يا فندم هو مفيش غير التحفظ كشخصه، احنا شخصه كل الناس بتقول عليه محترم، اما التحفظ الوحيد هو احداث فض الاعتصام السودانيين في المهندسين من عده سنوات بتؤخر عليه، لان في ناس حصلت هناك قتلى وفيات، فهي ده الحدث الوحيد اللي عن اللواء محمد ابراهيم، واحنا مش عارفين طب ليه الاصرار على اختيار حد عليه مشكله اعلاميه عليه الناس غير رغبه فيه، يعني ليه الاختيار دوت؟ ما كان فيه ناس كويسة تانية، وهو لو كان شخص محترم طب ليه نجيب حد الناس هيطلع لنا رأي إعلامي والناس والرأي العام يقول احنا طب ده مثلا ملوثة بدماء وندافع، احنا عايزين وزير يبقى جاي خطه أبيض طريقه أبيض. هل أبلغتم برسالة مباشرة أو غير مباشرة الدكتور كمال الجنزوري بمثل هذا الأمر؟ والله يا فندم هو الدكتور كمال الجنزوري أول ما وصل وهرول عليه الرائد احمد رجب والمقدم ياسر ابو المجد وجاروا ناحيه مكتب رئيس الوزراء وقالوا له احنا الائتلاف واحنا كده، وطلعوا صرحوا في وسائل الاعلام ان رئيس الوزراء طلب منهم اسماء غير حقيقي. تمام، احنا قلنا هنحط معايير للوزير القادم، نتمنى ان هو يكون كده، احنا ما بنختارش الوزير بس احنا بنقول معايير، عايزين وزير صغير السن يكون لواء حديث السن، ما يكونش حد من المعاشات. طب لماذا لا؟ اذا كان ليس هناك اعتراضات كثيرة على الوزير الجديد، لماذا لا يكون هناك حوار بينك وبينه؟
احنا بالفعل هيطلع يا فندم وفد من الائتلاف العام لضباط الشرطه، هيطلع وفد من الائتلاف العام لضباط الشرطه لمقابله السيد الوزير اللواء محمد ابراهيم، وهنعرض عليه الخطط اللي عرضناها قبل كده لتطوير جهاز الشرطه، واحنا بنامل جميعا ان يبقى في اعاده هيكله وتطوير لوزاره الداخليه. وللاسف كان في تصريح للسيد الوزير ان لا يوجد رجال في الداخليه، وهذا الكلام غير حقيقي وغير صحيح. رجال الحي العدلي موجودين، والكثير اللي مش هيقدر ان هو يتصدى لهؤلاء الرجال، الوزاره لن يتم تطويرها مطلقا. كان كلام الورق على بياض اهو. انا عايز اسال سؤال، يعني حتى احنا في موسم الانتخابات، يعني هل ممكن يكون في وزير او اسف هل ممكن يكون في مدير امن في عهد مبارك ولم يشارك في تزويل الانتخابات؟ يعني حتى بجانب واقعة السودانيين، هل ممكن يكون في وزير وما شاركش في واقعة التزوير؟ ده مستحيل طبعا، ده مستحيل. اعتقد ما كانش قاعد يعني، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا فندم، طبعا طبعا. القرار جاي من فوق، من رئيس الجمهوريه لرئيس الوزراء لوزير الداخليه لمديرين الامن يعني حاجه، وامن الدوله طبعا كله كان بيشارك. طب عاده يا سياده المقدم، عاده مثلا خرج اللواء محمد ابراهيم و في اللي موجودين الان كقيادات كانوا رتبه اقل منه، دلوقتي بقوا في مناصب اعلى منه، هل من الممكن تعتقد ان يحدث ما يسمى بتصفيه حسابات او بمثل هذا الامر؟ هل تعتقد يعني هزه في مناصب وزاره الداخليه في الفتره القريبه؟ لا يا فندم للاسف، لا 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 مش هيحصل ده، لان كان اللواء محمد ابراهيم هو تجاوز السنين بعده سنوات، فما فيش حد اكبر منه. هم مفيش غير اثنين هم اللي فوق 60، اللواء يسري الفي مساعد وزير شؤون الضباط، واللواء مصطفى راضي مساعد اول وزير الاحوال المدنيه، على ما اعتقد هم دول اللي فوق ال 60 سنه يعني سنتين تقريبا، مش اكتر من كده. المشكله مش في كده، المشكله ان في ناس ثانيه لازم تتشال، لازم تمشي وتجيب حد صغير. كان في اقتراحات ان اللواء اسامه الصغير هيمسك 6 سنة، كلنا كنا فرحانين تمام، لان الناس بتشكر فيه يقول كان راجل محترم وصغير السن تبي يشيل الرتب اللي فوق عشان الترقيات تمشي اللواءات والفكر الجديد يطلع. احنا مش عايزين الفكر، احنا عايزين حد يكون قدم حاجه وتطوير لجهاز الشرطه. جهاز الشرطه ما زال. كانت معلوماتي انه جرى ترشيح اللواء اسامه الصغير، ولكن قالوا ان هو صغير في السن، مع انه اعتقد كان عنده 50 سنه. تمام، ده كان خلاص، كان مؤكد ان هو هيكون. وفوجئنا ان ثاني يوم الصبح النهارده، رغم ان سياده اللواء سياده الدكتور كمال الجنزوري قابل اللواء محمد ابراهيم قبل كده مرتين، ودي المره الثالثه تقريبا. على كل حال انا بستنى مع بقيه الزملاء هنا والمشاهدين نتيجه الحوار بين الائتلاف والوزير، ربما يسفر عن خير. بشكر حضرتك جدا، وسياده المستشار شرفنا يا فندم. الف شكر يا فندم. يعني يمكن احكي لك حكايه صغيره. اتفضل. واحنا اطفال في اسكندريه، يمكن تخفف التوتر ده شويه، واحنا اطفال في اسكندريه عاده في كل حي تلاقي في بيت مهجور ان الاطفال بيقولوا عليه فيه عفريت، فكنا بنخاف منه. لكن كان في شخص صارم جدا يدخل شارع فيتوقف الشارع تماما ويقف الناس ولا يكلم احد ولا يصافح احد، ويدخل ونشوف بيته منور، فكنا بنتجرأ على العفريت ولا نستطيع أن نقترب من هذا الكائن القوي جدا. هذا الكائن هو القاضي. هل تغيرت الصورة دي دلوقتي برأي حضرتك؟ بالقطع تغيرت. تغيرت ليه؟ لا. عشان حضرتك ما بقتش طفل وكبرت. لا يعني مش قصدي، لا يعني ايه عزلة القاضي وهيبته القوية دي لا هو هي يعني لابد ان احنا أولا نكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين مع المشاهدين. ليس القاضي فقط هو الذي ذهب جزء من بهاؤه وضياؤه، ولكن أعتقد كل المهن صحيح جرى عليها ما جرى لظروف اجتماعية حضرتك تعرفها، لما حصل الانفتاح وتأكلت الطبقة الوسطى، وأصبح المال هو الذي يسيطر والغني هو الذي يسمع له أيا كان مصدر ثرائه، وتوارى إلى الخلف كثير من أصحاب العقول الجبارة وأصحاب المهن الراقية. لكن إن شاء الله أنا متفائل. لكن على كل حال الحقيقة لا يزال القاضي هيرجع تاني البيت ينور، وهيرجع تاني الأطفال يخافوا من العفريت، ولكن يفرضوا الطريق للقاضي مرة أخرى. سيادة المستشار
سمعت انك كنت يعني عندك تحفظات على مشاركه القضاة في مراقبه الانتخابات، ثم الان نراك شديد الحماس لهذا الامر لدرجه انك قلت القاضي اللي هيتخلف ليس منا. لو اذنت لي بس اخرج عن سياق الحديث وانعي الى الشعب المصري والى الاسره القضائيه، زميلين عزيزين قضيا وهما يؤديا واجبهما نحو الوطن في المعركة الانتخابية. انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم المستشار محمد القصراوي المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية الذي أصيب بأزمة قلبية في المرحلة الأولى في دائرة من البصل ومكث بالمستشفى حتى توفاه الله اليوم. واليوم توفى أيضا زميلنا الأستاذ محمود سمير أنديل رئيس النيابة الإدارية وهو عائد إلى بلدته بعد أن أنهى عمله في اللجنة الفرعية في عين شمس. من شدة الإرهاق غلبه النوم، فلما استيقظ وجد أن القطار قد تحرك فآثر أن يهبط والقطار يتحرك فسقط تحت عجلاته وقضى نحبه. الله يبارك حياتك يا فندم بجد. بنتهي الفرصة وتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيدين وإلى الزملاء الأعزاء الأسرة القضائية وإلى كل الوطنيين المخلصين الذين يقدرون مدى تضحية المصري من أجل وطنه. وأناشد سيد المستشار وزير العدل الذي أنتهز الفرصة لأبارك له وأحييه لما يتمتع به من، وأظن الوزير بتاعنا بقى ده عليه توافق بنسبة الحمد لله 100%، لا 99.9 بس بصحيح. طب الحمد مش لله. النسبة الثانية الحمد لله فندم. أن ينظر في أمرهما لأنهما صغيري السن طيب. عندهم أطفال صغار وأنه هذه الإصابة حدثت بسبب العمل. وأيضا مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا، وأعتقد أنه لديه متسع من المال أنه ينظر إلى هذين الأسرتين. وبتمنى بقى الشفاء العاجل لكل زملائنا الذين لا زالوا طرحة الفراش. أنا كمان حابب نتوجه بالعزاء فعلا للأسرة القضائية والأسرة الفقيدين ولمصر كلها. وأنا في الحقيقة بعتبر أنهم يعني من شهداء الثورة، لأنه يعني قيمة الديمقراطية هي القيمة التي علتها الثورة في 25 يناير. ومن يمكن القضية في اعتقادي تتجاوز حدود المالية إلى حدود التقدير اللي يمكن المعنوي والأدبي، لأنه الحياة دي قيمة طبعاً كبيرة جدا. يعني طبعاً أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل ديمقراطية وطن، يعني الحياة يمكن حالة ما حصلتش في أي حتة تانية في العالم إلا مصر. يعني بارك الله فيك. شكرا حضرتك. الإجابة على السؤال اتفضل. أنا عمري ما كنت يوم ضد مشاركة القضاة في الانتخابات، خاصة في هذه الأيام، رغم أن هناك تحفظات كثيرة لما يلحق بالقضاة من بعض الرزاز، خلينا نسميه نقول بعض الرزاز، بسبب العملية الانتخابية التي تحمل في طياتها بالقطع تجاوزات في العالم كله. تمام. هي عملية مزدحمة، وفي الازدحام كل شيء ما بيكونش تمام. إنما أنا لقيت إلحاح من بعض الجهات الرسمية تتاجر بصوت القضاة، وكل ما يعنيها في الأمر أن القضاة يعلنوا أنهم حيشاركوا في الانتخابات. والطرح ده جاء بشكل مستفز، يعني حد عايز يستنطقك يا عادل بيه ويقول لك طب قول لي بقى دلوقتي هتشاركوا ولا لا. هيك بتقصد مين من الجهات الرسميه؟ الحكومه مثلا؟ الحكومه. كان رئيس الحكومه السابق ولا رئيس الحكومه هو مجموعه من الوزراء و في هذا الوقت كان هناك جمعيه عموميه لنادي قضاه مصر حضرها حوالي 6-7 آلاف قاضي، وقررنا ان احنا لا نعلن عن راينا، لا نعلن مش نقاطع، احنا من جوه وطنيين قوي. تمام. خبر حضرتك. انما لما لقينا الرغبه الملحه والجامحه في انه طب انت يعني انت عايز تورطني ولا انت عايز تستفيد من الموقف علشان يخدم غرض معين، احنا هنقول في الوقت المناسب.
فاثرنا ان نصمت. كان ايه الهدف؟ والله ما اعرف يعني عادل بيه ساعات السياسيين لهم القضاء كده، القضاء كده، فما هم لذلك القضاء والسياسه ما بيتفقوش. صحيح صحيح بقى حضرتك. فاحنا فوتنا عليهم الفرصه، وقلنا لما القضاة مصر يعلنوا رايهم يعلنوه بتجرد ومن تلقاء انفسهم، وانه ليس من اجل فلان ولا علان، لا من اجل المجلس الفلاني ولا العلاني، ولكن من اجل مصر وشعب مصر. طب حضرتك تعتقد ان ما فيش شبهه انحياز سياسي من بعض القضاة في بعض اللجان؟ يعني هقول لحضرتك بعض مثلا، يعني تقرير مثلا اللي هي معهد للسلام والتنميع والانسان، دي منظمه بعتقد انها مراقبه انتخابات في كثير من دول العالم، قالت ان في مدرسه الفرير بالظاهر قام قاضي اللجنه الانتخابيه بغلق اللجنه لان معظم من يقمن بالادلاء باصواتهن نساء غير محجبات. بالك، ومساله غريبه. حاجة تانية مثلا لقينا يعني ان في قضاه ما أصرش على كشف وجه منقبة، وجدنا المنقبة نفسها اللي حطت إيديها في الحبر ولا كشفت وجهها، ومن ثم كانت ظاهرة جمع البطاقات بحيث أنها تصوت أكتر من مرة. فبال حضرتك، وبرضو أنا مش عارف مدى حقيقة هذا الكلام، أنه في قاضي في مدرسة طلعت التجارية بالأزبكية بتسويم حاجة يعني اسمح لي انه بتسويد اوراق الاقتراع بدلا من المواطنين، وقالوا بوفر الوقت. بحضرتك طبعا كان في زي ما قلنا المستشار شريف عبد القوي اصيب باعياء شديد اللي هو الله يشفيه، الله يشفيه يا فندم. لقينا انه في ست في مدرسه البياض الابتدائيه بتقف جنب الستارة وبتشير للناخبين بصالح مرشح معين، والقاضي ما يكلمهاش. وقضية المنتقبات كمان تكررت في اسكندرية. أنا يعني مش عايزة يعني أفسد الفرح زي ما بيقولوا، ولكن عايز تفسير من حضرتك لدرجة أنه خلينا أقول، وأليس دي مظاهر تعليقك عليها إيه؟ الحاجة التانية، هو ده مش انحياز لتيار معين يعني من قاضي يفترض فيه الحيدة؟ وخلينا أقول حاجة تانية كمان، لا دوبة تالتة. يعني أنا لو وقفت قدام قاضي ملتحي، ليس في ذلك عدم إحساس بالإطمئنان أو الموضوعية أنه لا يعطيني حقي أو لا يعني أن أكون مختلف معاه؟ يمكن الكلام، لا الكلام جميل. اتفضل يا فندم. وعلى فكره ده ما يفسدش الفرح. تمام، احنا متفقين على عدم الافساد. يؤصل الفرحه ازاي بقى ويعمقها لما نستجلي هذا الامر ونوضحه، ده بيعمق الفرح اكتر واكتر. اولا هذه الاجتهادات تنتسب الى بعض المعاهد او مراكز البحوث او بعض اللجان المراقبات المدنية. وانا عايز اسأل، انا لما اشوف قاضي بيسود، هل لما اسيبه ابقى وطني؟ لا طبعا. هل لما اسيبه ابقى ادمي؟ بس ده وظيفة المراقبة. لا معلش، دي وظيفة المراقبة مش وظيفته. حضرتك عادل بيه بسم الله ما شاء الله، انا سمعت منهم ولاد انا بقول ولاد بحكم السن يعني زي ولادي، بيتكلموا في التلفزيون وهم على درجة شديدة من الوعي لدرجة أذهلتني من جمعيات المراقبة، وفاهم القانون قوي قوي وحافظه قوي ومتعمق في دراسته قوي. إذا كان هو مش قادر يعلم أن هناك للقاضي من يسائله، تمام، هل هذه الوقائع صحيحة أو غير صحيحة تم الإبلاغ بها؟ أنا الصحة عندي وعدم الصحة ليست البلاغ. الشائعات البلاغ، اللي بيشوف جريمة وهو جاد أو يبلغ عن جريمة حقيقية الضمير لا يتجزأ. صحيح. كون أنه قال، وأستدعي هنا المثل العامي البليغ،
إن قلت ما تخافش وإن خفت ما تقولش, خفت ما تقولش. صحيح. طالما أنك نشرت هذا تبقى ما خفتش. صحيح. وبالتالي أنت إذا كان ذلك قد حدث فأنت ارتكبت جرم أكبر مما ارتكبه القاضي. لأنك تسترت عليه, شيطان أخرس هنا. أيوة, تسترت عليه ومكنته من أنه يمضي في تنفيذ مشروعه الذي كان يستهدفه. على كل حال, وانا اقول ربما أقول يكون قدموا لحضرتك عادل, ربما يكون قدموا بلاغات يا فندم. هل في بلاغات على حد علمي؟ ما فيش بلاغات, ما فيش بلاغ اطلاق ضد قاضي, ضد قاضي. نفسي واحنا مقبلين على مرحله جديده من الوعي والشعب المصري جدير بها ان احنا نودع عالم الشائعات ده. انا كنت عايزه يكون اكثر جراه ويجي يا أستاذ عادل يا حمودة, أنا جاي أطلع عندك النهاردة في البرنامج عشان معايا وقعة ضد المستشار أحمد الزند. خايف ليه؟ صح. مين هيقدر يعمل له حاجة؟ على كافة الـ مين هيقدر يعمل له حاجة؟ لكن أعتقد هذا من برضو مش عايز نظرية المؤامرة. تمام. لكن هو لابد إن حد يلاقي ضالته في إنه يعني يقول كلمتين يحدوا من بهاء الفرحة شوية. إحنا لا عندنا حد مسيس ولا عندنا حد بيحب السياسة, والقضاء أجمعوا في الانتخابات الماضية على أن من له هوى بالسياسة يبعد عن نادي القضاء. تمام. وكان هذا هو الفيصل. زملائنا الذين سبقونا كانوا أستطيع أن أقول أفضل مني, ولكن القاضي ملوش هوى بالسياسة لأن السياسة والقضاء لا يلتقيان, فإن التقيا فسدت السياسة وفسد القضاء. وبار القضاء. وحضرتك عارف معظم زملائنا اللي راحوا محافظين يعني باقوا بالفشل لأنه ما قدرش يتوائم سياسيا مع الظروف. كان كان يقال عليهم تلوث بلوثة الإدارة. احنا عندنا يعني مش عايز أذكر أسماء, أحدهم رحمه الله طلب منه في أثناء انتخابات مجلس الشعب أن ينزل يدعم حزب من الأحزاب, محافظ أو هو محافظ مؤتمر مؤتمرات الحزب. قال لهم طب وأنا مالي؟ قالوا أنت مالك ترجع مكانك. قال لهم أرجع يا سلام, تشكر. وأكرمه مجلس القضاء الأعلى, لأن احنا عندنا اللي بيلي منصب تنفيذي لا يعود, وأعاد إلى موقعه وكان موقعا متميزا وكبيرا وظل به حتى أحيل إلى التقاعد, وكان هذا موقف. أما عن الملتحين هقولك على تجربتي. أنا تشرفت بالعمل مع رئيس محكمة استئناف المنصورة, وبرضو مش عايز أسمي أسماء, في الفترة من 2001 ل 2003, وكان ملتحيا. وأقسم لك بالله أني وجدت في أخلاق هذا الرجل, هذا الرجل ما يقترب من الملائكة. نتكلم على الحياد وليس الأخلاق. لا, ما أخلاقه حياده, أخلاقه كقاضي محايد. يعني لا في موظف ظلم ولا في قاضي ظلم ولا محامي تقدم بشكوى ظلم. وآخر يوم لقيته جاي, لازلت أذكرها, معاه رزمة ورق, مش رزمة, نصها اللي بقى من اللي وعلبة دبابيس. وقال لي الله, قال لي بيت العهدة. وكان لديه سيارتين في المحكمة, معظم الناس بياخدهم, هو استعمل سيارة لدرجة ان انت بتحط فيها مية يا فاروق بيه, بياخد البوني البنزين كل شهرين او شهرين ونص يطلب واحد ما يمشيش بيها خالص, يا دوبك يعني البيت مثلا. مشاوره الخاصة كان يحرم على نفسه أن يتنقل بسيارة المحكمة. هؤلاء هم الملتحون. وأعتقد أن الملتحين في القضاء مش ظاهرة سياسية, الناس ربنا سبحانه وتعالى أفاء عليهم من نعمة الإيمان, وهو يعلم أن اختلفت الروايات, وأنا مش عايزين نخش في الفقه على أن اللحية سنة مؤكدة, وفي سوحنا في الإمارات السعوديين قالوا لا ده لما رباش حرام, وفي ناس يصغرها, وفي ناس زي حالتنا كده واخد بال حضرتك. إنما إذا ذهبت إلى قاضي ملتحي والمسؤولية علي, فأنت لابد أن تشعر بأمان أكبر. سيادة المستشار, قبل ما أطلع فاصل
هقول لحضرتك السؤال. حضرتك قلت ان الغرف العمليات الخاصه بالنادي نقلت 1579 شكوى على مدار الثلاث ايام من الحاله الاولى للتصويت بالفرز. نعم. ما هي الشكاوي؟ الاهم في ذلك الحقيقه ان القضاة تعرضوا الى متاعب كثيره. بعضهم شال الصناديق في اتوبيس. نعم. بعضهم شالهم على كتفه ومشي لان الاتوبيس ما دخلش لجنه الفرز. اسمح لي بعد الفاصل يمكن ادي لحضرتك فرصه للمرافعه يعني. اتفضل يا فندم. اتفضل. بعد الفاصل نواصل الحوار.